اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشره منتصف الليل، والبدايه بالعناوين. رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون يجري مكالمه هاتفيه مع اخيه الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر الشقيقه، هنأه فيها باليوم الوطني لقطر ولما حققته من تميز ونجاح في تنظيم بطوله كاس العالم فيفا في نسختها 22. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا. في اليوم العالمي للغة العربية، الجزائر تحتفي بلغة الضاد والرهان ترسيخ مكانتها في ظل ما تفرضه العولمة من تحديات وتأكيد أن الاحتفاء العالمي سيادة لغوية. وفي الحدث الاقتصادي، معرض الانتاج الجزائري يبرز مستوى تحديث وتطوير التجربة البحرية الجزائرية ومساهمتها في تعزيز الأسطول الوطني ومكانته في حوض المتوسط. ونطلع في النشر على قطاع الخدمات والعروض التنافسية المقدمة لإرضاء الزبائن. دولياً، نظام المخزن المغربي في قلب فضيحة مدوية فجرها نواب بالبرلمان الأوروبي لتمرير اتفاقية التبادل الحر وشراء ذمم لدعم السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. بدايه، اجرى امس رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون مكالمه هاتفيه مع اخيه الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر الشقيقه، هنأه فيها باليوم الوطني لقطر متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والتقدم. كما قدم السيد الرئيس بذات المناسبه تهانيه الحاره لدوله قطر قيادة وشعبا لما حققته من تميز ونجاح على كل المستويات في تنظيم النسخة 22 من بطولة كأس العالم فيفا. وبدوره شكر أمير دولة قطر الشقيقة رئيس الجمهورية على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الهناء والازدهار. استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. وعقب الاستقبال، أدلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا بالتصريح التالي: بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعد الزيارات التي قام بها إلى الجزائر على رأس وفد هام من الوزراء، طلب مني الرئيس الفرنسي العودة للجزائر، وذلك تبعا لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أشكره على حفاوة الاستقبال. هذا الصباح كان لي حوار جد ثري مع وزير الداخلية الجزائري. هي فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون وتثمين وتجسيد الحوار الذي تم بين الرئيس الفرنسي والرئيس الجزائري. التعاون في المجال الأمني وحماية الأفراد والتعاون في مجالات التبادلات بين البلدين. أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الاثنين الفارط قرر البلدان إعادة تكريس العلاقة القنصلية العادية بين البلدين، علاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبي البلدين، وذلك لنرتقي بهذا التبادل لمستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا. أشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون على حفاوة الاستقبال التي خص بها الوفد المرافق لي المكون من مجموعة من المدراء العامين. شكرا.
وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان تباحث مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد حول المسائل المتعلقة بقطاع الداخلية بالبلدين. بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، نظم أمس المجلس الأعلى للغة العربية بمقر المجلس الشعبي الوطني لقاء دوليا بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي نور الدين غوالي، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بالعيد، وعدد من أعضاء الحكومة إلى جانب رؤساء هيئات وطنية وعربية. وبالمناسبة تم تسليم جائزة اللغة العربية لسنة 2022 لأحسن الأعمال والبحوث اللغوية المشاركة في المسابقة التي ينظمها المجلس الأعلى للغة العربية كل سنتين. برلمانيا، أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس على تنصيب اللجنة العليا المختصة لتحضير انعقاد الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهذا بولاية قسنطينة يومي 29 و30 جانفي 2023. استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس نائب وزير خارجية اليابان يامادا كانجي، وتركزت المباحثات بين الجانبين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة التاريخية بين الجزائر واليابان في مجال الطاقة. كما استقبل أمس وزير الصناعة أحمد زغدار الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية اليابانية كانجي يامادا في إطار بحث إقامة التعاون الصناعي بين الجزائر واليابان. الطرفان تبادلا سبل ترقية العلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات الممتازة بين البلدين. تتواصل بقصر المعارض بالصنوبر البحري فعالية معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 30، حيث تشارك القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي بوحداتها 3 في معرض الإنتاج الجزائري بسفن جديدة مصنعة محليا، وهو ما يعزز من مكانة الأسطول البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط. التفاصيل مع عبد الجبار بن يحيى. غراب 58 قاذف الصواريخ، اسم مهم في الأسطول البحري الجزائري، يقود العمليات في القواعد 3 المنتشرة عبر الساحل الجزائري. له دور رئيسي في الرصد والدفاع عن المياه الإقليمية الجزائرية ضد كل تدخل أجنبي. تنتهج البحرية الجزائرية مسار التصنيع المحلي في بناء السفن التي تعزز الأسطول البحري، وفق برنامج جديد لتحديث البحرية يجعلها من أقوى بحريات الأبيض المتوسط. مهمة للقوات البحرية حيث تقوم بتعريف المواطن بمختلف المنتوجات خصيصا المعدة لتدعيم أسطولنا البحري، القوات البحرية بوحدات قتالية مزودة بمختلف الأسلحة، وهذا لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية. تملك البحرية الجزائرية أسطولا حربيا مشكلا من فرقاطات وطرادات وغواصات مجهزة بأنظمة رصد لأحدث التكنولوجيات في المجال العسكري البحري. مؤسسة البناء وتصليح البحريين في البحث مستمر على مؤسسة جزائرية تنتج منتوج جزائري 100%، وهذا التعامل معها في منتوجاتنا على مستوى المؤسسة أو على مستوى وحدة بناء وبناء السفن بعنابة، وهذا لرفع نسبة الإدماج إلى مستويات عليا. الصناعة العسكرية البحرية الجزائرية تملك الأهلية اللازمة في تنفيذ مهام تصميم الإنجاز البحري والتصليح وفق وحدات هيكلية تمثل البناء البحري والإسناد اللوجستيكي. صندل أنموذج للسفن الخدماتية الموجهة للعمل في الموانئ،
وهذه زوارق الإنقاذ على تنوع أحجامها تستخدم من قبل القوات البحرية وخفر السواحل. للحوض العائم هذا مهمة الصيانة بقدرة حمولة تصل إلى 4500 طن، هو فخر مؤسسة البناء والتصليح البحري. صندل، زورق نصف صلب، جسر عائم وزوارق الإنقاذ الموجهة للعمل على مستوى القوات البحرية لمهام الإنقاذ في البحر، إسعاف المرضى ونقلهم، وكذا إطفاء الحرائق الناشبة في السفن. البحرية الجزائرية حاملة لواء القوة والاحترافية في الحوض الأبيض المتوسط. من اللواء البحري 51 للغرابات. قطاع الخدمات هو الآخر حاضر بمعرض الإنتاج الجزائري، حيث تتنافس الشركات على تقديم أحسن العروض للزبائن واعتماد تخفيضات على منتوجاتها بمناسبة هذه التظاهرة الاقتصادية. الروبورتاج لوسيلة بوشارب. قطاع الخدمات حاضر بمعرض الإنتاج الجزائري، حيث تتنافس الشركات على تقديم أفضل العروض للزبائن. اتصالات الجزائر بالمشاركة في معرض الإنتاج الوطني لطبعته 30 من خلال عدة عروض وخدمات جديدة، أهمها منصة داير بلاي التي هي منصة جزائرية 100% تقدم أفلام تاريخية وثائقية وجزائرية لزبائنها الكرام. مؤسسات كبرى تستغل هذا الفضاء للكشف عن آخر منتجاتها وتقديم عروض مغرية للمواطن. Après la pandémie, donc le retour sur le marché ou même الزبون يعني كان مشتاق لهاد الصالونات باش يشوف كامل المتنافسين، يشوف المنتوجات، يقارن الأسعار، يقارن الجودة. الدور ديالنا ونفهموهم، نفهموا حتى المواطن البسيط باش يفهم كاع لي بيس اللي راح تكون منتوجة في المجمع ديالنا. المواطن من جهته يتوافد على معرض الإنتاج الجزائري مثمنا المعروضات. والله منتج جزائري الحمد لله يا ربي، صناعة بكل راهي متوفرة الوقت الحالي، رانا قاعدين نشوفوا فين، نشوفوا في العتاد الصناعي موجود. والله نبي لي كونتران دو فير كيل دو مونتاج فيكول فيكول الجيريان سي 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 رانا فخورين بها. نتمنى لبلادنا تزيد تتطور أكثر وتعمل باش ما يكونش يعني معرض داخلي برك، بالك تخرج للانترناسيونال والمنتوجات تلحق للانترناسيونال، وحنا فخورين بهذا الشيء. الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري تتواصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري، وتتواصل معها التخفيضات. وبمواصفات تقنية واقتصادية فريدة تصنعها السيارة الخضراء التميز في معرض الإنتاج الوطني. السيارة تعمل عن طريق شحنها بالكهرباء دون انبعاث الغازات المضرة للبيئة. تفاصيل أوفى في ربورتاج حمو أجانا. ليست كبقية المركبات، سيارة كهربائية نموذجية صديقة للبيئة تصنع الحدث في أجنحة معرض الإنتاج الوطني. سيارة كهربائية هي سيارة موجهة للاستعمال في المدينة، والمميزات نتاعها أنه هي سيارة كطبيعة الحال سيارة كهربائية فيها بطاريات الليثيوم. احنا هذه السيارة درناها كنموذج، يعني كنموذج ماذا بنا يجسد إن شاء الله في المستقبل. لمميزاتها التقنية والاقتصادية جذبت هذه السيارة أنظار زوار المعرض فأبدوا إعجابهم بها. السيارة هذه على حسب الكاركتيرستيك تاعها واش عندها مليحة، خاصة في المدن. أولا المدن عباك فيها بزاف الاكتظاظ، هي ما فيهاش سيود وما عندهاش ما تلوش البيئة، مليحة للمجتمع. إن شاء الله تكون نموذج شباب في الجزائر. بون على حسبهم يقول لك إن شاء الله تكون رخيصة. إن شاء الله احنا ماذا بينا. بون تاني ناحية تلو تاني تاع المازوت وتاع ليسونس وتاع كل حاجة. أبار سا ما شاء الله سيارة ما شاء الله أنا عجبتني. دعم الدولة لمثل هكذا مشاريع سيشجع المستثمرين للرفع من مستوى الاقتصاد الوطني البديل عن المحروقات.
نظمت وزارة الصناعة فعاليات الطبعة 11 للجائزة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لسنة 2022 تحت شعار الابتكار رابط نحو المستقبل. الجائزة تهدف إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة خاصة منها الناشطة في شعبة الاقتصاد الأخضر التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. فعاليات الطبعة حضرها كل من وزراء الصناعة والصحة والرقمنة والبريد والمواصلات إضافة إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادية. واليوم نلتقي مرة ثانية لنكرر المجهودات المبذولة طيلة السنة من طرف المؤسسات في مجال الابتكار والذي يعتبر كما تعلمون أداة قوية وفعالة لتحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية ومن خلالها تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل المنافسة التي يفرضها المحيط الوطني والدولي. دولياً الآن وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شقيقان فلسطينيان أمس بعد دهسهما من قبل مستوطن صهيوني بصورة متعمدة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أقدم جيش الاحتلال على هدم منزل في القدس المحتلة. إلى ذلك أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها لتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بشأن التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي، مؤكدة أنه لن يتحقق أمن ولا سلام دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. وفي المغرب ووسط موجة من الاحتجاجات الشعبية على الأزمات الاجتماعية ونهج التطبيع الذي اتخذته سلطات المخزن، فضيحة مدوية في قلب البرلمان الأوروبي فجرها النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي جوزي بوفي الذي كشف عن خيوط رشوة تورط فيها وزير الفلاحة المغربي السابق الذي يتولى حاليا منصب رئيس الحكومة رفقة 15 نائبا أوروبيا، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. التفاصيل مع سليم حمادي. وزير الفلاحة المغربي الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب الفاسدين الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الأوروبي، ولعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري. لم تكن دعوة على إبريق شاي، بل كانت دعوة لعرض رشوة من وزير الفلاحة الأسبق عزيز أخنوش على هذا النائب البرلماني السابق. فضيحة فجرها جوزيه بوفي الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و2014 والمكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب. الفضيحة المدوية التي تضاف إلى سجل فضائح المخزن حتى على حلفائه قوضت أركان البرلمان الأوروبي ووضعت أوروبا قاطبة في مرمى نيران الرأي العام المحلي والدولي. 15 نائبا أوروبيا وصفهم النائب السابق جوزيه بنادي المفسدين كانوا قد تلقوا رشوة من لدن عزيز أخنوش الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحكومة في نظام المخزن. القضية التي تولت النيابة العامة البلجيكية التحقيق فيها كشفت عن تورط فعلي للنواب الأوروبيين في قضايا رشاوي قدمها لهم أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة وقتها، في حين أقر بعض من النواب المرتشين عن كونهم جزء من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المخزنية. سلسلة فضائح نظام الرباط التي أضحت حقيقة مؤكدة لم تتوقف على التجسس والتلاعب بالتقارير فحسب، كما لم تعد تستهدف من يعتبرهم المخزن أعداء له. والشاهد هنا فضيحة أخرى فجرتها جريدة لوموند الفرنسية على موقعها الإلكتروني،
حيث تم توقيف إحدى نواب البرلمان اليونانية إيفا كايلي بعدما أقر رفيقها فرانشيسكو جورجي الخميس الماضي للمحققين البلجيكيين إنه وكايلي كان ضمن منظمة يستغلها المغرب بهدف التدخل في الشؤون الأوروبية. الصحيفة الفرنسية ذكرت أن النائب الاشتراكي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري مؤسس المنظمة غير الحكومية محاربة العقاب وقع هو الآخر في براثن الرشوة المخزنية بعد تلقيه أموالا بواسطة الدبلوماسي عبد الرحمن عثمون سفير المغرب الحالي ببولندا. وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي كان قرصان إلكتروني قد نشرها العام 2014. تشير الوثائق إلى أن بانزيري قد قدم على أنه ذلك القادر على الدفاع عن المبدأ المزعوم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة. منذ أسبوع وردتنا معلومات حول الضغوطات الممارسة على الشعب الصحراوي. لقد نددنا بتلك الممارسات منذ سنوات. لقد شهدنا كيف تقدم الدبلوماسية المغربية الرشوة للجان البرلمانية. وقد شهدنا أن المغرب كيف يتجسس على الأوروبيين وتقوم بالتحرش الدبلوماسي على عدد من اللجان الخاصة بحقوق الصيد والفلاحة. نحن نندد بشدة هذه الأفعال المشينة الكافية من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الإجراءات ضد المغرب. مكائد المخزن وألاعيبه القذرة ما تنفك حتى ترتد عليه لتتحول إلى فضائح بعضها فوق بعض، فضائح لا شك أنها عرت نظام الرباط والقادم أسوأ على زبانيته. وإلى رحاب جنوبنا الكبير حيث تعد ولاية منراست أكبر متحف مفتوح على الهواء في العالم، ما يجعلها وجهة سياحية تستقطب الكثير من السياح من داخل الوطن وخارجه، خاصة مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية. التفاصيل مع هارون لوميدي. وجهتنا كانت من ولاية تمنغست إلى أكبر أسرار الكون في العالم، كهوف التاصيل نهجار، وجهة سياحية فريدة من نوعها تستقطب الكثير من السواح الأجانب والجزائريين لاكتشاف حضارة الرجل الأزرق. C'est la première fois que je viens sur Tamanrasset, qu'on fait le désert. Je suis beaucoup venue sur, en Algérie, à Alger, Tizi, Béjaïa, mais là c'est la première fois qu'on fait le sud, depuis le temps qu'on parle du sud de l'Algérie, le désert, et vraiment c'est quelque chose, c'est magnifique, vraiment magnifique. Inch'Allah, فيها نجوزوها إن شاء الله شابة مع الجماعة حابين يشوفوا المجموعة وكل عام نجو إن شاء الله هنا كل عام أنا هنا. إن شاء الله بنقوموا بهم ونديروا لهم ماكلات كما نقولوا محليين في البلاد. كما نديروا لهم التقلة ونديروا لهم لاتاي ونديروا لهم حوايج اللي نتاع البلاد نتاع المنطقة. ممرات الأسكرام مناظر الصخر الذي يكتنز ذكريات المنطقة وأهلها، الرمال الذهبية، إطلالة الشمس وغروبها الفاتنان أذهلتا العديد من السواح والمكتشفين. متوجهين رايحين الأسكرام تفداست وعودي ولو راح يكون برنامج غني، راح نشوفوا بزاف مناطق رطبه اللي فيها حيوانات، وراح نشوفوا لي غرافور لي بينتور. رساله تاعنا للسواح اللي راح يجوا مرحبا بكم اكيد، انه تحافظوا على هذه المناطق وما تخربوهمش ما توسخوهمش. تشهد ولايه طمراست تدفق سياحي متميز هذه السنه، بحيث لا يمر علينا يوم الا راينا وفد سياحي على مستوى ولايه طمراست يجوب ارجاء المدينه، يجوب ارجاء المسالك السياحيه للولايه. لا يمكنك مغادرة الأسكرام دون مشاهدة أجمل غروب شمس في العالم وأنت مثقلا بالذكريات والصور الجميلة واللحظات الفاتنة التي عشتها في هذه المواقع السياحية. إلى هنا مشاهدي الكرام، نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحق بحول الله، في أمان الله.